السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هوريكم انا بعمل كريم بورليه ازاي. هو حلويات ايطالي بس طريقه سهله وحلوه. الحاجات اللي هستخدمها صفار بيض وزينه او اللي هي الكريمه اللباني وسكر، حوالي 4 معالق سكر بس. حطيت حوالي 12 صفار بيضه، يعني هتجيبي البيضه وتستخدمي الصفار بتاعها بس 12 واحده، وهتحطي عليها لتر كريمة لباني. وانتي بتضربي في صفار البيض تحطي بالتدريج كده الزينة. بعد كده حطيت السكر وهرجع اضرب تاني. بعد ما ضربته بقى كويس مع الزينة ومع السكر هحطه في اطباق. الطبق دي عندي بتدخل الفرن، انت تقدري تحطيها في اي صينية عادي يعني من بتوع الفرن او في طاجن برضو. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده كده. بنزود عليها كمان سكر كده، بنرشه عليها من فوق كده. إيه لو عندك سكر اللي هو الأصفر ده هيبقى أحسن كمان، البني ده، بس لو ما عندكيش يعني هو نفس الغرض، يعني هيعمل نفس الفكرة. رشة بسيطة كده. وبعد كده بولاعة هتحرقي السكر ده بالشكل ده. هي عموما الولاعة دي اصلا اسمها ولاعة الكريم بورليه، مخصوصة اصلا ليه يعني. بس انا بستخدمها بقى في حاجات تانية كتير. خلصتها كلها. لو عايزه بقى تحطي مكسرات حطي، عايزه تحطي شويه سكر بودره حطي. انا هحط شويه سكر بودره بس هي الطريقه الاصليه بتاعتها بالشكل ده، يعني شويه سكر
من العادي وتحرقيه وشوية سكر بودرة كده بس. انتي بقى عايزة تزودي عليها اي حاجة زوديها. بتكون طعمها حلوة قوي وسهلة وبتتعمل بسرعة، طعمها جميل. بالهنا والشفا.